لطالما عانت الجزائر من نقص المنشآت الرياضية التي عرقلت رياضيو النخبة الوطنية في تحضيراتهم لمختلف المنافسات. نهني الجزائريين على المنشآت الرياضية اللي عندهم، خاطر المنشآت كيف نهكاها راه ماهيش موجودة برشا في البلدان الآخرين. وأنا كما قال السيد تبون، الصيانة والصيانة والصيانة. المنشآت التي خصصت لاحتضان منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط لقت إعجاب جميع الوفود الرياضية المشاركة والتي عبرت عن انبهارها بالمنشآت. كل شيء اللي يندار في هذه الألعاب ينال إعجاب الجميع إن شاء الله. هذا الشيء اللي لاحظناه في عند الأجانب في كل تدخلات ديالهم، مشاهدات ديالهم، وهذا الشيء يشرفنا ونفتخر به. الملعب الأولمبي لوهران، قاعة متعددة الرياضات، مركز الفروسية، مركب التنس، قاعة الجمباز، القرية المتوسطية التي تتوفر على كل المتزمات الضرورية، هي منشآت تعتبر مكسبا للجزائر ورياضيها والتي تم إنجازها وفق المعايير الدولية. مستوى العالمي، يعني ممكن أن ننظم بطولة عالمية بهذه الأجهزة وبهذا يعني المواصيف الاتحاد الدولي، يعني الكل متوفر وكل إمكانيات متواجدة. يعني نشكر كل السلطات اللي كانت يعني وراء هذا الإنجاز. منشآت رياضية ستسمح للجزائر باحتضان التظاهرات الرياضية العالمية والدولية بما أن البنية التحتية أصبحت جاهزة. فالجزائر قادرة بشهادة الأجانب وليس بشهادة أبنائها. قالوا الجزائر قادرة على تنظيم أي منافسة مهما كان حجمها وحتى وإن كانت يعني كأس العالم في حد ذاتها.